خلينا دلوقتي في البنت الزبالة دي اللي كانت السبب في موت عمر وخلتنا نشك في غادة. أنا مش هصدق أي حاجة غير لما أشوفها. برافو يا انجي، شاطر. عايزاكي بقى دايما مركزه معايا كده، تقولي لي كل اللي بيحصل زي ما اتفقنا. اوكي، هي ركبت مع عربيته وطلب مني من شويه اخلي حد من السواقين يودي عربيتها عند البيت. الو الو، ايوه معاكي معاكي يا انجي. طب بقولك ايه، سيبيلي موضوع العربيه ده، انا هتصرف فيه، ما تعمليش فيه حاجه. ماشي، سلام. بصي حضرتك، انا خلصت ضميري وقلت اللي حصل قدام النيابه وراضيه باي حكم يتحكم بيه عليا. وبعدين انا والله العظيم ثلاثة ما كنت اقصد، يعني هو انا كنت عارفه ان الارض مرشوش عليها سم فران؟ يعني انت عايزه تقنعيني ان ضميرك صحي كده فجاه وجيتي تعترفي عشان ما تدخليش النار؟ اسمعي يا بنت، انت انا مش مصدقاكي، كلامك كله على بعضه ومش داخل دماغي. نار، سيبني يا حسام، البنت دي كدابة وعارفة انها كدابة. هتكدب ليه يعني في حاجة ممكن توديها في 60 داهية وتدخلها السجن؟ اهي قدامك، اسألها يمكن تجاوب. مين يا بنت اللي حفظك الكلمتين دول؟ دفعولك كام عشان تقوليهم؟ والله العظيم ما حد. ما تحلفيش، انت كدابة. بقى عايزة تفهميني ان واحدة خايفة من مديرها يزعق لها عشان الأكل وقع منها على الأرض أو يخصم لها يومين، ودلوقتي مش خايفة من النيابة ولا السجن؟ طب ما تقولي كلام يتعقل. اهدي بس يا منار، خلينا نسمعها. نسمع ايه؟ دي واحدة قابضة عشان تبعد التهمة عن حد تاني. طب ايه رأيك؟ أنا هديلك تلات أضعاف اللي هتاخديه، وتقولي لي مين اللي خلاكي تعملي الفيلم الحمضان ده؟ بلاش، أربع أضعاف اللي هتاخديه. ايه رأيك؟ وهي هتكدب ليه في حاجة زي دي؟ يمكن فعلا دي الحقيقة. ما تستهونش بدماغي يا حسام. مراتك شافت كتير قوي وتقدر تحكم على الناس. طيب بصي، احنا هنسيبك دلوقتي عشان تفكري، بس هنرجع لك تاني عشان تقولي لنا مين اللي خلاكي تقولي الكلام ده. عزة، عزة. عزة مين؟ مؤاخذة أبلة، فكرتك عزة. وانا مش قلت لك ما تتعتعش من مكانك غير لما ناجي؟ حصل، حصل يا باشا. طب بما انه حصل، انت دماغك فيها ايه؟ انت خايف تتهزق وحشتك العلق؟ لا، وحشتني عزه قوي يا باشا، قلبي هيتقطع عليها وربنا. يخرب بيت اهلك، لو حياتك تكون رحت لها. لا، ما انا هقول لك بس. بتعمل ايه انت؟ انت رحت لها، رحت لها يا باشا، بس وربنا ما هي اللي في عربيتها، واحده تانية، لقيت واحده تانية مش هي. واحده تانية؟ واحده تانية مين؟ البنت اللي كانت معاها قبل كده، اللي انا جبت لك نمره عربيتها. ايوه، اللي قعد 5 دقايق ومشت على السريع. فاكرها؟